لاحظوا أرجوكم، سيعطي الطالب معلومات، المعلم سيشرح الدرس وسيقدم معلومات، والمعلومات ستصل للطالب. ولو دخلت أنت الاختبار وناقشت الطالب تجي الطالب بارو فعارف المعرفة، لكن لا يكون بالضرورة وصل محل الاستنتاج والاستنباط. ولكن عندنا المعرفة موجودة، لاحظوا أن المعرفة موجودة. أيضا الغريب أنه نعم في عندنا فهم، الطالب سيفهم، بس ماذا فهم؟ أرجو أن تلاحظ ما الذي فهمه؟ في عملية فهم، لا تقول ما فيش فهم، في فهم، لكن ماذا فهم؟ فهم المعلومات التي وصلت من المعلم واحفظها، فهم المعلومات التي وصلت من المعلم واحفظها. لكن السؤال، هل يستطيع أن ينتجوا معارف جديدة ليفهمها؟ لا، هو فقط المعلومة التي المعلم سمح بتمريرها وصلته خلاص، ولذلك ماشي عنده جرأة أنه يناقش المعلم، ولو ناقش المعلم أصلا لن يجاوب المعلم. إذا قدرته على الفهم يفهم ما نحن قدمنا له، يعني الشيء اللي احنا سمحنا له. طيب ولذلك يصير عندنا عملية فهم. برضو أيضا لاحظوا معي الشيء الثاني. على حسب فهم المعلم نفسه. نعم، ليس حسب فهمك أنت، حسب فهم المعلم. هذا تعليمنا العام. طيب أيضا عندنا شيء مهم جدا، أن في عندنا مرحلة في هذا التعلم الآن سيحصل معي شيء غريب، ما هو؟ أن هناك تطبيق، سيحصل تطبيق، ولكن التطبيق اللي سيحصل ليس كما نتوقع أنه والله تطبيق بأن الطالب الآن جالس يقوم بعملية الآن تطبيق، لا لا لا، هو تطبيق، لكن التطبيق ماذا يعتبر الآن؟ تنفيذ. ما المقصود تنفيذ؟ في أوامر ستأتي من المعلم ودوره ماذا يفعل؟ دوره ينفذ المعلومات اللي وصلها المعلم بالحذافير. يعني مش معنى أن الطالب ينفذ الآن وفهم إجراءات، لا، في إجراءات وصلت من المعلم، المعلم طال عمرك أعطى هذه المعلومات، الطالب ماذا سيفعل؟ سينفذها. أنا أذكر لما كنت في الثانوية كنت أحب الأحياء، زين؟ كان درسنا واحد في الأحياء الله يذكره بالخير إذا كان عايش وإذا كان توفى الله يرحمه، قال لنا الشيء التالي.